علم الملكوت وعلم الناسوت هو من العلوم أيها الأحبة المهمة جدا. جاني عدة أسئلة في هذا الموضوع، تدخل الروح والشياطين كيف تدخل إلى أجسامنا وأجسادنا. وصلني هذا السؤال الذي يقول: ما هي مداخل الشيطان للأسنان؟ في محاضرة سابقة تحدثت عن سورة الأنعام، قلت لكم ذكر الأنعام في القرآن الكريم مش هي فقط رمزا للخواريف والبقر والماعز، ولا هي داخلا جوا من جوا. هي شو؟ هي ثم تفسر مداخل الطاقة في جسد الإنسان. عباد الشيطان لما يجيبوا لك قلادة خماسية بس ولكن أضلاعها مش بقلب بعضها متداخل، أضلاعها فوق بعض البعض، وهي لها سر من الأسرار الكبرى كمان. وداخل هذه القلادة شكل الخماسي تعولها وجه خروف. إذا نحن أو مثلا في هون بديترويت في كنيسة مخصصة فقط لعباد الشياطين، فيها شيطان يعني شكل شيطان قاعد، قدماه مثل إجرين الخروف ووجهه كالخروف، نفس الشيء وجه خروف ولديه قرنان. لماذا رمز نفسه الشيطان بهذه الطريقة؟ يعني هنالك ارتباط كيف يدخل الشيطان، وهو يعني هو عم بفرجيك صورة بعالم الناسوت له، هي ليست صورته الحقيقية ولكن صورة مدخله على الإنسان. في الأنعام، سورة الأنعام قلت لكم من قبل هذه مهمة جدا أن تفهموها، مداخل الشيطان. وقلت لكم من قبل سر إبل ياسين، قلت لكم من قبل إبليس إذا قسمته كلمة إبليس بتكون إبل ياسين، لأنه أراد الخروج على السر الحقيقي لمعنى ياسين، سر الوجود. هو أراد أن يكون إبل ياسين، إبل يعني الإبل الذي يستطيع أن يمشي في الصحراء للوصول إلى المنطقة الأمان، المنطقة الخضراء. فالله عز وجل سماه إبل ياسين هون، فبعدين مزج الاسمين مع بعضهم البعض وسمي بإبليس. هو المشتق الحقيقي للاسم، يعني يجب أن يكون عبدا للمخلوقات الأشباح الأخرى، بس ولكن أراد هو أن يكون الناس كلهم عبيده فسمي بهذا الاسم إبليس، وأبلس من رحمة الله عز وجل، لأن هي تتداخل في المعاني الملكوتية ومدخل الشيطان بيكون موجود من هون. وهذا له علاقة بالشجرة الأولى، بشجرة آدم لما أكل من تلك الفاكهة، لما أكل من تلك الفاكهة قلت لكم هي دقيقة جدا، قلت لكم لماذا خلقت العورة منها، لماذا الإنسان الله عز وجل أمره أن يلبس الثياب بينما المخلوقات الأخرى والمخلوقات التي سبقتنا لا يلبسون الثياب، لأن الله عز وجل عرانا، لأننا تعدينا على تلك الشجرة بمساعدة إبليس. إذا بقول لكم إياها بشكل مختصر وشديد شديد الاختصار، وهذا تحدثت عنه بعمق من قبل، أخذت تلك الفاكهة وأكلتها حواء أول شيء، فهتكت سترها الموجودة عليها من برا، فأمرت المرأة في الحجاب. إذا بيسألني واحد المعنى الملكوتي للحجاب هو هذا الموضوع، لما نحن منقول أنه حديث أهل الكساء، لماذا الله عز وجل أمر يجيبوا شرشف ويقعدوا تحت منه، في ناس بيقعدوا يتمسخروا على الأشياء، هي لأنهم ستروا الله عز وجل، هني ستروا الله، لا يستطيع أحدا أن يهتك ذلك الستر، بس ولكن هتك ستر الطبقات، هتر ستر الطبقات الأنبياء اللي تحدثكم عن المقامات، بس الله عز وجل أراد بذلك أن نحن ننزلنا على الأرض ويكشف هذا العلم عن طريق نحن الإنس أولاد آدم الأخير، عن طريق أولاد آدم الأخير. فمنلاقي أنه الفاكهة التي أكلتها هون لما هتكت سترها، الله عز وجل أمر النساء بالحجاب، ولا تستطيع المرأة تزكية نفسها إلا في ذلك الحجاب، وهو مهم جدا أيها الأحبة للوصول إلى رضا الله عز وجل. ومن يهمه رضا الله عز وجل ما بيقول لحتى اقتنع بالحجاب، لحتى الله يهديني، الله عز وجل هديك الحمد لله، الله عز وجل بحبك، الله عز وجل يريد لهذا الشيء أن يتغطى هذا، وهذا شيء مهم جدا لتكون الطاقة البشرية على الأرض، لتكون الطاقة الإسلامية على الأرض. النساء لديهم مسؤولية طاقوية بالطاقة في نشر الإسلام، في نشر المحبة، في نشر العدل، لأن المرأة هي كل شيء في البيت، هي منبع الحنان، منبع الحب، منبع كل شيء. فإذا بتلاقي في بعض المذاهب الأخرى
انه ليش بيصيروا الرجال اجلاف؟ لانهم من بيئه جاي جلفه، من بيئه فيها جلف، يعني هي المراه التي هي سر الحنان بهذا الموضوع.